مرحبا، معكم إبراهيم زوكا من فوفلاي دوت كوم. في هذا الدرس حول طريقة استيراد مقاطع الفيديو لبرنامج المونتاج فيلمورا. شرحت في درس سابق كيفية استيراد ملفات الصوت، الفيديو والصور، لكن أشرت لهذا الأمر باقتضاب فقط، فسأحاول في هذا الدرس أن أتناول بالتفصيل طريقة استيراد مقاطع الفيديو وكذلك كيفية إضافتها للتايم لاين. فهنا لدينا مشروع جديد أو عمل جديد على فيلمورا. لو نقرنا على فايل ثم ذهبنا ل بروجكت سيتينجز، يعني هذا المشروع الإعدادات الخاصة به، سنجد أنه بالنسبة للريزولوشن تبدو بهذا الشكل، يعني 1920 على 1080 فهي Full HD، و Frame Rate يعني عدد الصور في الثانية هي 25. جيد، الآن دعونا فقط نقوم باستيراد يعني الفيديو. سأنقر هنا وسأختار هذا الفيديو الذي تم تصويره بجهاز آيفون. إذن تم استيراد الفيديو، الآن يمكن أن أنقر عليه لمشاهدته. جيد، الآن أنا بحاجة دائما لمعرفة المعلومات التي تخص هذا الفيديو، سأقول لكم لماذا. لو نقرت أو دعونا نحول إضافة الفيديو للتايم لاين، يعني التايم لاين هنا سأقوم بسحبه. الآن لدي رسالة هنا، ما الذي تقوله؟ The resolution of frame rate of the media doesn't match the current project setting. Do you want to change your project setting to match? يعني الفريم ريت الخاصة بالبروجكت يعني لا تتوافق مع الفريم ريت الخاصة بالفيديو، يعني هناك فرق بين الفريم ريت الخاصة بالفيديو والفريم ريت الخاصة بالبروجكت. فهنا يعني البرنامج يطلب مني إن كنت أريد تغيير الفريم ريت الخاصة ب يعني هذا المشروع لتتوافق مع الفيديو حتى لا تتأثر جودة الفيديو. فسأغلق هذه النافذة وسأريكم لماذا. سأنقر على الفيديو على منفار الحاسوب ثم سأذهب لي Properties. فهنا لدي المعلومات حول الفيديو، لدي هنا الاسم ثم Location يعني المكان التخزين على الحاسوب، ثم File Size الحجم 81 ميجا بايت و 77 كيلو أوكتي، المدة هو 43 دقيقة و 27 ثانية، لا أعتقد أن هذه المدة، عفوا 43 ثانية و 27 جزء من المئة، تاريخ الإنشاء طبعا هنا والساعة إلى غير ذلك. ثم لدينا فيديو إنفو يعني معلومات حول الفيديو، لدينا الكودك، ثم ريزولوشن بالنسبة للريزولوشن 1920 على 1080، ثم لدينا هنا الفريم ريت 29.97 فريم بير سكند يعني الصورة للثانية. فلو دهن البروجكت سنجد أنه كما أشرت لذلك 25، يعني هنا لدينا 25 والفيديو فيه 29، لهذا البرنامج طلب إن كنت أريد تغيير الفريم ريت أم لا. على أي، دعونا ننشئ بروجكت جديد، Control New، ومن هنا File New Project. طبعا لا أريد حفظ هذا البروجكت. دعونا الآن نذهب لFile ثم Project Setting، وسنغير يعني الفريم ريت ل 29.97. يمكن كذلك أن نغير Resolution هنا، فهذا يعتمد على الفيديو الخاص بك، ثم سنقر على OK. فالآن لو قمنا باستيراد الفيديو ثم أضفناه للتايم لاين لن يظهر الرسالة التي ظهرت سابقا. لماذا؟ لأن الآن إعدادات الفيديو تتوافق مع إعدادات البروجكت الجديد الذي قمت بإنشائه. لماذا تحتاجون لمثل هذه المعلومات؟ لأن هذا يتعلق بجودة الفيديو، يعني مثلا قمت بتصوير فيديو بهاتفك أو بكاميرا، يجب أن تعرف الإعدادات الخاصة أو المعلومات الخاصة بملف الفيديو حتى تقوم بإنشاء يعني بروجكت يتوافق مع الفيديو لكي لا تؤثر على جودة الفيديو. على أي، هناك برنامج اسمه ميديا انفو،
يمكن يعني أن يساعدكم في معرفة جميع المعلومات الخاصة بأي فيديو. فيكفي نقرأ على فايل ثم أوبن ثم فايل وتختار الفيديو الذي تريد أن تعرف المعلومات عليه ثم تنقر على أوبن. بعد ذلك يعني عندما يفتح الـ يعني الفايل، دعونا نعود للصفحة الرئيسية للبرنامج. فعندما يفتح الـ يعني الفيديو ستنقر على View ثم تختار Text، لأنه لدينا Basic هنا. يعني بطبيعة الحال إذا كنت تستعمل البرنامج لأول مرة ستظهر لك مثل هذه النافذة، لكن يمكن أن تنقر على View ثم تختار Text. فهنا لديك جميع المعلومات التي تتعلق بالفيديو، لكن ما يهم هو لديك مجموعة من المعلومات هنا. لديك الـ Width والـ Height، وهي التي تخص Resolution 1920x1080. إذن عندما تقوم بإنشاء يعني مشروع جديد هنا في فيلمورا مثلا، Control New، يجب أن تقوم بـ Project Setting، تختار Resolution هنا الطول والعرض. ثم الأمر الآخر هو الفريم ريت هنا، ليس هذا الأول بل هنا الفريم ريت. هنا لدينا 29.97 يعني فريم بير سكند في الثانية. كذلك يمكنك اختيارها في البروجكت سيتي هنا الفريم ريت. بطبيعة الحال عندما تقوم بتحديد هذه الإعدادات فيمكنك العمل على الجودة الأصلية للفيديو. فسأضع لكم يعني رابط تحميل هذا البرنامج لمن يريد استعماله، فيمكنكم يعني التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالفيديو. لديكم كذلك حتى الصوت هنا، يعني المعلومات الخاصة بالصوت، bitrate mode، bitrate channel، one channel إلى غير ذلك. فيعني يمكنكم أن تعرفوا جميع معلومات الفيديو. الآن دعونا نرى كيف التعامل مع الفيديو على برنامج فيلمورا. سأقوم باستيراد نفس الفيديو هنا. أنا قمت باستيراد الفيديو الآن، فيمكن أن أضيفه لي التايم لاين بهذا الشكل. يعني إذا كنت أريد إضافة الفيديو كاملا، لكن إذا كنت أريد أن أضيف جزء من الفيديو فقط فسأعود سأقوم بتشغيل الفيديو هنا. هنا بطبيعة الحال يمكنك أن تستعمل هنا يعني mark in ثم mark out لتحديد جزء من الفيديو فقط لإضافته للفيديو. فلنفترض أريد أن أحدد مثلا 30 ثانية أو 20 ثانية فقط، يعني من البداية سأنقر هنا. تم وضع العلامة الأولى هنا، ويمكن يعني أن أحددها هنا 14 15 16 17 حتى 20 ثانية. ف 20 ثانية هنا. الآن يمكن أن أنقر على زائد من هنا وسأضيف يعني 20 ثانية فقط وليس الفيديو كاملا، لأن هذا الفيديو الموجود هنا فيه 40 ثانية، يعني الفيديو كاملا فيه 40 هنا فيه كما تشاهدون 40 ثانية. فهذه طريقة إضافة جزء من الفيديو للتايم لاين. ثم الأمر الثاني، إذا كنت أريد أن أحذف الصوت من الفيديو فيمكن أن تنقر على يمين فأرة الحاسوب هنا على الفيديو في الأسفل هنا، ثم تنقر على Detach Audio كما تشاهدون. بعد ذلك الآن تم التفريق بين الفيديو والصوت. بعد ذلك تنقر على يعني الصوت ثم تنقر على حذف، فيبقى لديك الفيديو فقط. الأمر الثاني هو إذا كنت تريد يعني تطبيق الإفكت هنا للفيديو، فالطريقة بسيطة. مثلا يمكن أن نذهب لإفكت هنا ثم سنحاول أن نختار أي إفكت، مثلا لنجرب هذا الإفكت هنا، ثم سيتم تطبيق يعني الإفكت على الفيديو كما تشاهدون. الإفكت يمكنك أن تقوم بحذفه، قم بالنقر عليه يعني هذا المربع الأسود هنا، ثم delete effect. كذلك يمكن أن تقوم بتقسيم الفيديو. مثلا لنفترض
تريد أن تقوم بحذف جزء من الفيديو. لنفترض هذه الجزء الأول هنا الفارغ مثلا هنا، فستحدد الجزء الذي تريده، يعني ستضع هذا الخط في الجزء الذي تريد حذفه أو قصه، ثم تنقر على المقص. فالمقص بعد ذلك يقوم بتقسيم الفيديو لجزئين، يمكنك أن تحدد هذا الجزء لحذفه أو هذا الجزء لحذفه، ثم تتخلص من الجزء بطبيعة الحال وتقوم بسحب الفيديو بهذا الشكل. فبالنسبة للفيديو بطبيعة الحال يكون في التراك الخاص بالفيديو، يمكنك إضافته هنا Add Video Track، ثم يمكنك تحويله للأسفل أو الأعلى. ثم بالنسبة لإعدادات الخاصة بالفيديو يمكنك أن تنقر مرتين وستحصل على مجموعة من الإعدادات هنا. هذه الأمور كلها قمت بشرحها في دروس سابقة، يمكنكم مراجعتها. ثم لديك هنا يعني إعدادات الخاصة بالألوان، طبعا يجب أن أغلق النافذة أولا. فقط أريد أن أظهر لكم الصورة ليظهر لكم الفرق. فالإعدادات الخاصة بالألوان هنا، يمكنك أن تغير يعني الألوان الخاصة بالفيديو كما تشاهدون هنا، يعني يمكنك أن تغير من إعدادات الألوان كما تريد. وكذلك لدينا هنا بالنسبة للتسريع والإبطاء قمت بشرحه. ثم لدينا الكروب. الكروب إذا كنت تريد تحديد يعني جزء من الفيديو فقط، فيمكنك مثلا أن تحدد هذا الجزء مثلا، ثم تنقر على أوكي، وسيتم يعني الحفاظ على الجزء فقط الذي قمت بتحديده. فهذه هي طريقة إضافة الفيديو لبرنامج فيلمورا، كذلك طريقة التعامل مع المعلومات الخاصة بالفيديو. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في الدرس القادم. طبعا كما قلت فقد شرحت يعني عبر الكثير من الدروس برنامج فيلمورا تقريبا كاملا، سأضع لكم رابط في وصف الفيديو، وأراكم في الدرس القادم. للمزيد من الدروس لا تنسوا دائما زيارة fullfulai.com.